السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. احوالكم ان شاء الله بخير، تهنيتي الماني ان شاء الله. قبل ما نبداو في الفيديو، دخل عندي اليوتيوب واشترك في القناه ودير جيم للصفحه باش يوصل كل جديد ديالنا ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله واحد النصيحه للناس اللي تحلهم تليفون في الماء وعارفينش كيفاش يديروا فاش يطيح لك تليفون في الماء. اول قضيه غادي ديرها تزرب عليه قبل ما يشرب الماء مزيان، فاش كتخرجوا اول حاجه غادي ديرها هي تحيد الباتري. تحاول تحيد الباتري وتجيب شي فوطه ولا شي حاجه، شي شرويطه، وبدا تضرب عليها هكا بحال هكا باش يتحيد داك الماء. ما تحاولش دير سميتو الحلاق ولا شي حاجه تضربو في الشيشوار ولا ديرو في شي فران ولا شي حاجه سخونه، راه يقدرك تمشي الكلافيشور في مره وانت خاسر. المهم خليه في شي بلاصه حتى ينشف مزيان، وجيب الباتري، ردلو الباتري وحاول تشعلو. الا ما شعلش في جوج مرات ولا هكاك ما شعلش، عليك التقني باش ما توقعش في شي مشكل كبير يمشي التليفون في مره. هذه هي النصيحه اللي بغيت نقول لكم. بقاو معنا وما تنساوش تدعمونا، راه كاينه معنا ان شاء الله مع حميد الا تلا الاستفاده. وشكرا على المتابعه، في فيديو قادم ان شاء الله.